المقابلة ديال العودة ضد فريق شبيبة القبيل، المقابلة ديال الذهاب، يعني خسرنا المقابلة بهدف، دونك ما عندناش خيار آخر. خصنا إن شاء الله بإذن الله عندنا دو سيناريو، خصنا أول حاجة هو نسجلوا الهدف باش نبقاو ايغاليتي، ومن بعد ان شاء الله باذن الله نبحثوا على الانتصار. فريق الخصم يعني شفناه في المقابله ديال الذهاب ماشي بالفريق القوي، بغض النظر عن الاسم، يعني المردود التقني اللي قدم ماشي فريق قوي. المقابله ديال الذهاب تسيدنا اللقاء في واحد اللحظه ديال السهو، وهذه هي المسائل اللي كدير الفرق في مقابلات اللي كتكون من مستوى عالي، مقابله ديال بحال الاتحاد الافريقي، يعني ملي كيكون واحد اللحظه ديال السهو، داك الشيء اللي وقع لنا، يعني تعرضنا استقبلنا الشباك ديالنا هدف. ان شاء الله باذن الله دابا الماضي داز، عندنا ان شاء الله باذن الله المقابله ديال الاياب غناخذوها كمقابله واحده، يعني ما في ماشي ذهاب واياب، خصنا ان شاء الله ننتصروا فيها باذن الله المجموعه كامله. كنا امل كنا طموح، وان شاء الله باذن الله كيبان لي الهدف قريب قريب ان شاء الله، يكفي بانه نكونوا يعني مركزين اكثر، وان شاء الله باذن الله نعود ببطاقه ديال التاهل.